علي فرج العربي، صاحب شركة العربي للصناعات الغذائية. كل حلوى المولد ابتداء من العروسة والحصان بتوع زمان لغاية البندقية والفستقية واللوزية والأصناف القديمة اللي كنا بنشتغلها والأصناف الجديدة اللي اتطورت في خلال السنين اللي فاتت ديت. الأصناف الجديدة ديت يعني نقدر نقول في آخر 10 سنين بقى في حاجة اسمها فخفخينة بندق، فخفخينة فستق، قمر الدين سوري، وملفوف على جوز هند، وبندق وفستق. ديت أصناف جديدة. في حاجات تانية زي مثلا حندوق أسي وسرول، كلام كتير. كل سنة لازم بيبقى في حاجة جديدة، حتى لو الصنف قديم اتعمل في أي حاجة جديدة والمسمى بتاعه اتغير وبقى مسمى جديد. أشرف العربي. الأصناف أصناف حلوى مولد النبوي الشريف كلها معدية 50 صنف، فولية وسمسمية وحمصية وجميع أنواع الملابن، ملبن سادة وجيلي وملبن الشفول وزبيب وملبن عين جمل حبل وملبن بندق، جميع أنواع المكسرات والقشطة والملبن الجوز والملبن اللوز، كل حاجة، واللديدة والحمام، كل حاجة موجودة إن شاء الله بإذنك. احنا عاملين السنه دي حاجه كده زي الجيلاتينه التركي اسمها حندوقه وسويسرول، عباره عن جيلي بالجيلاتينه التركي. والحمد لله رب العالمين واخده شكله حلو والمنظر حلو يعني. لا الاسعار طبعا غير اسعار السنه اللي فاتت خالص، والناس برضو يعني زي ما تقولي ربنا ما يقطع لحد عاده. الناس بتشتري برضو، وبتشتري يعتبر بنفس الكميات، لان مولد سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ده ارخص موسم ممكن تشتري. يعني ب100 جنيه بتجيبي علبه حلاوه، ب200، ب300، ب400. الاقبال اكتر طبعا في الاصناف على العلف. العلف والبندقيه والفستقيه واللوزيه هم دول اللي بيبقى عليهم اقبال، وطبعا الملبن الحبل. يعني لو رجعنا بالتاريخ لورا هنلاقي ان حلوى المولد النبوي ديت مبنيه على ايه؟ على قرص الحلاوه الحمصيه والسمسميه والفوليه، وعلى الملبن الساده، وعلى الحاجات القديمه. الاقبال الاكتر على العلف واللذيذه والحمام والملبن الحب. لو فكرنا شويه هنلاقي ان الاقبال على الاصناف مش المستحدثه، الاقبال على الاصناف اللي الزبون يعرفها. هو في الاول بيطلب الكيلو او الاتنين كيلو بتوعه، بيقول لك اديني علف، اديني ملبن حبل، اديني شكلمه، اديني ده، اديني ده، اديني ده، ده اللي اولاده هياكلوه. ممكن في الاخر بقى يحط نص كيلو من المستحدثات الجديده اللي احنا حكينا عنها من شويه.